يا اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا كاملين مزيان، صحتكم مزيانه وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. هذا اليوم ان شاء الله قررت انني نشارك معكم روتيني المسائي. لحقاش بزاف ديال البنات كيطلبوا مني انني ندير لهم روتينات بزاف، دونك اليوم غادي نشارك معكم هذه العشيه هذه من حياتي. صراحه انا ماشي كل نهار كتكون عندي نفس الحاجه او كيكون عندي نفس الروتين، ولكن يعني غالبا كيكونوا شي حوايج اللي كنديرهم كل نهار. دونك بالنسبه لليوم دخلت للكوزينه لقيتها شي شويه مرونه، حاولت انني نجمعها، حطيت كل حاجه في بلاصتها، حيدت المعان من الشبكه، مسحت البوطاجيات، مسحت الطبله، المهم حاولت انني نقي شويه الدنيا. ومن بعد درت شويه ديال العود، تعجبني صراحه الريحه ديال البخور وريحه ديال العود في الدار، خصوصا حسام كيحماق عليها، دونك كيعجبني هكا نديرها. درتها ومن بعد دست باش نصايب الحسام قهوه. صراحه انا ما كتعجبنيش القهوه بزاف، الا شربتها كنشربها خفيفه بحال هكايا. ومن بعد وصلتني واحد الكولي من عند جوميا، دست باش نفتحها. كنت خديت واحد لاماشين، كنظن انه الغالبيه منكم غادي يعرفوها، مش حال هذه وانا صراحه باغا نجربها. هي ديك لاماشين اللي كتبقى تشفط الهواء من لي بلاستيك، مثلا تقدروا تحتاجوها للثلاجه او لا تقدروا تحتاجوها حتى مثلا بزاف ديال الحوايج يعني ما عندهمش علاقه بالثلاجه. ومن بعد صراحه تشهيت هكايا شي غوتي مع شي كرواسون، ندوزو مع شويه ديال الفرماج شويه ديال الكونفيتور، كيعجبني بزاف انايا كرواسون مع الفرماج والكونفيتور، خصوصا الجبن، ولكن انايا اليوم ما كانش عندي جبن، درت غير الكريم تشيز لايت، ودرت هكايا فيديوهات في يوتيوب كيعجبني صراحه نتفرج فيهم، كيكالميوني هكايا بحال كيوجدوني للمود ديال الليل. وصافي هنايا فقغيت توتا دائما كيفيق تقريبا مع هذا الوقت هذا، دونك لعبنا معاه شويه، جلسنا معاه شويه، ودزنا باش نديرو الكوتي ديالنا. هنايا دست باش نوجد العشاء، لحقاش كيف ما قلت لكم داك المره وليت كنتعشى بكري ديك 8 ونص ما كنفوتهاش، باش هكايا كيبقى ليا واحد الوقت اللي نهضم فيه داكشي اللي كليت قبل ما ننعس. دونك درت شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال البصله في مقيله وشحرتهم، مع شويه ديال الداند، كنت ديجا مشرملاه بشويه ديال القزبر والزعتر، ومهم الاعشاب العطريه اللي عندكم نتوما. من بعد دزت جبت الميزان، درت فيه واحد 220 غرام ديال الياغورت الطبيعي بلا سكر، تقدروا ديروا غريك يوغورت كيجي زوين بزاف، وزدت عليه 3 ديال البيضات. هاد الوصفه هذه صراحه شفتها عند واحد اليوتيوبر، غادي نخلي لكم الوصفه الحقيقيه ديالها في صندوق الوصف. من بعد كنزيدو شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال السكر الاسمر، كنحاول انني ما نقويش بزاف لحقاش غادي ياكل غيت معانا.
وصافي. من بعد بالنسبه للحشوه ديالنا كنزيد عليها شويه ديال كريم تشيز لايت وشويه ديال لاصوص ديال مطيشه. نورمالمون خاصكم تزيدوا مطيشه محكوكه، ولكن حسام ما تتعجبوش مطيشه محكوكه بداك البودور ديالها وداكشي، دونك درت له غير لاصوص. ومن بعد كيف ما شفتوا كنزيدوا واحد جوج كيسان ديال الطحين مع الخليط ديالنا، وكنحطوهم في صينيه بحال هادي، كنديروا الحشوه ديالنا وكنزيدوا عاوتاني نغطيوهم بالطحين اللي صايبنا مع الياغورت، كيجيو على هذا الشكل هذا. من بعد كندخلوها للفران. صراحه كل واحد وكيفاش زعما كطيب ليه، نتوما عينكم ميزانكم مع التوقيت والحراره ما تكونش عاليه بزاف، لحقاش هي داغي كطيب، لحقاش العجينه ماشي شي حاجه اللي ثقيله. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي فريمون بنينه بزاف البنات، كتجي لذيذه بزاف بحال داكشي ديال رمضان، بحال خبز معمر، فريمون كتجي بنينه بزاف. صافي منين سالينا العشيوه ديالنا جلسنا كنتفرجوا انا وحسام شويه وغيت هو كان حدانا. من بعد دزت انا، كانوا عندي شي حوايج في الصابون كان خصني ضروري نطويهم، دونك طويتهم وحسام بدل لغايه ليكوش وانا بدلت ليه البيجامه ديالو. كيعجبني صراحه نلبسو في الليل دوك لي بيجاما اللي كيكونوا طوالين وكيتسدوا، باش هكا ما يطلعش ليه داك البودي ديالو ويبقى يضربوا البرد، لحقاش غيت كيتحرك بزاف وما كيبغيش ليا الغطا، وكنلبسو هادي باش هكا ما يضربوش البرد، وكنخليه تما حدايا اولا كيبقى مع حسام، حتى كندير انايا السوان ديالي ديال الليل. دونك كنمسح مسحت وجهي هنايا بلانجيت، لحقاش كنت دايره واحد لاكريم، دونك مسحتها وعقمت يدي. واحد المره كنت فرجت في واحد الفيديو ديال خاصكم ضروري تعقموا يديكم قبل ما ديروا اي حاجه في وجهكم، وصراحه كميه ديال البكتيريا اللي كتكون في يدينا وحنا ما فخبرناش وكنحولوها لوجهنا فريمون ماشي طبيعيه. دونك صافي. من بعد صراحه الروتين الليلي ديالي انا يا سهل بزاف، كندير ما ورد، من بعد كندير هاد السيروم هذا ديال لا مارك ليال، فريمون واعر بزاف البنات هذاك السيروم. وصافي هنايا دزت عيط لي حسام قال لي اجي تشوفي غيت كيفاش كيدير ملي كنغسل لي سنانو. صراحه هاد الفقره هادي ديال غسل ديال غيت سنانو يلا دخلناها ليه، دونك صافي غسلنا لي سنانو، غسلنا حنايا سنيناتنا وجينا باش اولا جيت انا باش نعس غيت، لحقاش حسام كيبقى شويه سهران. وفوالا كنحاول انني ندخل له الثقافه ديال الكتب منين زعما هكايا صغير، حاولت انني ندخلها له على بكري، ولكن كان فريمون كي ما كانش كيعرف شنو هو كتاب، ما كانش كيعرف شنو هو يجلس ويتصنت، كان دائما يا اما كيشرقهم يا اما كي فهمتي ما كيعجبوش انني نشدو بحال هكايا ونبقى غير نقرا عليه وداكشي. ولكن مع الاستمراريه ومع التكرار ولا كيستوعب انه خاصو يجلس حدايا ويتصنت لداكشي اللي كنقول ليه، وحتى انا حاولت نطور من القراءه ديالي، حاولت نبقى نقرا ليه بواحد الطريقه اللي ممتعه، نبقى نقلد له الاصوات ديال الحيوانات، نبقى مهم يعني واحد الطريقه اللي ما تجيش ممله بزاف. دونك صافي هنايا كنحاول انني نحطو حدايا في بلاصه ديالو، كنعطيه السكيكيته ديالو وكنحاول انني نخليه نطفي الضو ونخليه هكايا جالس حدايا حتى كيديه النعاس. بعد مره ما كيديهش صراحه النعاس، ولكن في غالبيه الاوقات كينعس بوحدو. وصافي كان هذا هو الروتين المسائي ديالنا، كنتمنى انه يكون يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.